فلفل ب 18 100. ب 18 100 ها؟ باهي ولا خايب؟ باهي مش خايب، ما قلناش خايب، اما المواطن ما يحمدش ربي. اك انت خضار ما تحمدش ربي. لا انا ناخذ ب 18 100، اما المواطن ما يحمدش ربي، المواطن يحب يجي يحب يعمل محشي، يحب يعمل فهمني مقلي، يحب جرينات مستويين، يحب هذيك لا وهذيك لا. قداش شريته تحت الطاوله الجمعه اللي فاتت؟ والله شريته تحت الطاوله حتى 6000 فرنك شريته، وقابل به شريته خاطر المواطن يسري على بعضه. تو ب 18 100 وكان حطوا انا ب 2500 المواطن يحب يفرز. قبل المواطن ما يفرزش. ايه الفلفل قداش شريته الجمعه اللي فاتت؟ 6000. واليوم؟ اليوم حتى ب 18 100 تاخذ فلفل، هاك بكادس قاعد مطيش. حتى ال 15 100 و 18 100 فلفل. اليوم الاسعار نتاع الخضر الطماطم ب 700 800 تشري، الفلفل ب 16 17 18 2000 فرنك تشري. حاجه باهيه تسمى. كيسايبو سلاح موجود كيما قالك عم شريت نتاع الجمعه اللي فاتت، وهذه تخلقت البارح السلعه هذه، تاع عندها شهر حاضره السلعه وكانوا مدرقين حاطين الفلاح مخرجين. حاجه باهيه فما حاجتين في بلادنا ما فهمتهمش، يا يبيع لك تحت الطاولة يا يخبي لك السلعة، وإذا كان تحسر يهبطها كل على بعضها ويولي المرشي معبي وحد ما هو شاري. طال وقت هبطها سامحني، طال وقت هبطها مش نهار ثلاثة، تجيب المواطن فراغ ثلاثة أيام خلص شهر وبعد فراغ فهمتني ما عادش فلوس، ما عادش فلوس، تجي تقول لك أعطيني قرني في كي تبيعوش تو ب 500 كيلو فلفل، تجي تقول لك أعطيني قرني ما عادش عندها الأبيات. ما عادش عندها، مصاها العباد من الاول تو ما عادش ما عندهاش العباد. ما هو الباب العباد ما عندهاش فلوس، ثاني باب يسكروا الحدود تكثر السلعه هنا فهمني. وصل توا كيلو الفلفل في الرقاب دينار و500 فهمني، دينار و500 في الرقاب. اليوم في الرقاب راهو وصل بدينار فهمني. الحدود هي اللي الحدود هي اللي هلكت العباد. الحدود هي اللي القناريه الحمراء ما عادش يهزوها طلاين هاي ب 5000 كوزين، كان قاعدة تطلاين تهز في القناريه فهمني و 3000 خاطر طلاين ما عادش يهزوا من تونس. القناريه برا تسمى ب 4000 وب 3 و 5 موجوده ولا اسعار ب 4000 وب 3 و 5 القناريه وب 5 تحت على تحت. هذاك هو أول حاجة العباد ما عندهاش، وثاني حاجة البداية جات قوية، الفلفل وصل حتى ل 6000 و 7000 فهمتني، وجات حتى الوزيرة لهنا وجات مديرة المرشي وجات الاقتصاد ونتاع التجارة كل، وبالطبيعة هما تسيبت الفلفل تو، الفلفل تو وقت الحاضر حتى ب 2000 فرنك، وصل ل 2000 فرنك فهمتني، موجودة السلعة ما شاء الله ما شاء الله السلعة موجودة. والله ثلاثة بطاطا تبعت عليهم 15 دينار، القاج ب 5000، أما قول شوية، أما قلت لك رحمة بابا في قبر. قلت فين أنت تقول 15 ما اديتهم. مش نروح بليش، مش نروح بليش. لا لا لا، أنا تو نعدي في السور، البطاطا مكدسة مصلي عني بيها. شنو اللي لا لا موجودة موجودة. شنو اللي لزك أنت البطاطا البيضاء. البطاطا البنحية جديدة ما فماش. موجودة جديدة، أنا نحكي لك على جديدة. ما فماش. هو تمشي يقول لك ذاك معبي عليه يا خويا. تعرف كيفاه؟ تعرف كيفاه؟ امشي يا خويا واحد ورايا خلي كلمك، خلي كلمك كلمتين تو تعرف انا وقتاش نجي ما ثلاثه غير ربعه ما ثلاثه مصدقني ندور هالكل والله. فما البطاطا ويجي يقول لك يا الهبات مازال ما جاش، مازال ما جاش، وحتى كي يجي يقول لك راهي مبيعه الهبات وزايد الكلام. البطاطا جديده قول رحمه بابا 15 كيلو. سامحني صبر صبر، الرقابة 14 150. خليني نسالك، الرقابة الاقتصادية موجودة، علاش مش تقول جديد؟ ما تكلم حد والله. علاش أول حاجة أنا راني منظور حتى حد. اسمعني اسمعني اسمعني، أقول لك أنا حاجة، اسمعني 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 اسمعني، ما دامني الرقابة اللي يجي ويقول لك راهي ب 16 100. غدوة الهبات ما يبيعلون، اي غدوة ما يبيعلون، والكل تخاف من الهبات وتحت الطاولة بالسيف. ها؟ من ربي باهي وريني ترى الهبات اللي قالك ما يبيعلكش. سوا الخبالة مش الهبات، الخبالة تخاف تخاف ما يشيلوش تحت الطاولة ولا لا؟ ها؟ أنا خبالة. إي خبالة منهم أنا، أنا بفلوس أنا ما يبيعليش نمشي الاقتصاد نكبش فيه ونموت. هو اللي موجودة والله يخدموا ما يمشون الاقتصادية. سامحني الاقتصادية، سامحني الاقتصادية موجودة وتخدم على روحها تبخرها غير ما غير تحت الطاولة وبقية كلها فهمتني. ثم هباتها ما غير تحت الطاولة
باهين معناها. فهمتني؟ لا ثم مش ما ثماش، اما الباقي كل عندها يرحم بوك دبر راسك. ولا ذم الا ربي ما والله العباد تجي من ماضي ساعه من ماضي ساعتين، والله العظيم من ماضي ساعه من ماضي ساعتين ذاك بارك لهنا باش تاخذ شكرفل والخذاره والمضروب. الخذاره هو اللي تاخذ فيه اليوم. كيفاش؟ الفلفل مكدس. اسمعني ترى وريني قول له قداه. قول له قداه 18%. ما ذماش ب 18%. هاي سيدي ما ذماش ب 18%. بثلاثة وثلاثة تو هاو قدام. شنو ها هو بحذاه. 2300 اي 2300 ب 18%. انا الهبات راهو ماهوش يبيع تحت الطاولة. سامحني سامحني الهبات ماهوش يبيع تحت الطاولة. اما ساعات الوضع يحكم عليه ساعات الفلاح يجي يحكم عليه. ثم شنوش يبيع؟ يبيع مثلا فلفل ما مفخوط يحطوا زوز طماطم، الطماطم قداش تخدم؟ مثلا 15% يحطها له ب 18%. فهمتني؟ يعني ماهيش بسعره هي. ماهيش بسعره. يربح هكا 300 فرنك باش يبيع والخضار يشري طماطم ب 18%، يشري طماطم ب 18% باش ياخذ الفلفل.